السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل عشية اتفاق جديد بالساحل الغربي، طارق صالح يتهم الإصلاح والحوثي بالترتيب لإسقاط المخا. وإلى التفاصيل. أبدأ طارق صالح قائد الفصائل الموالية للإمارات بالساحل الغربي اليوم الثلاثاء مخاوف من تقارب الإصلاح والحوثيين، وشنت وسائل إعلام وناشدين يتبعون طارق صالح هجوما على الطرفين متهمين إياهما بالتخطيط لاستهداف مدار المخا. وجاءت الحملة عشية توسيع التقارب بين الإصلاح وحركة أنصار الله، وأعلن الطرفان رغبتهما بفتح المزيد من الطرق بينهما خصوصا في الساحل الغربي. وأكد محافظ صنعاء في الحديدة محمد قحيم استعدادهم فتح طريق حيس الجراحي بالتوازي مع عضو الإصلاح، اتفاقا هناك أعلنه محافظ الحزب بالمدينة الحسن ظاهر. وفتح طريق الحيس الجراحي يعد ثالث اتفاق من نوعه يتم تنفيذه بشكل مفاجئ في غضون أيام، حيث سبق للطرفين وأن نجح بإبرام اتفاق في مارب وتعز تكلل بفتح الطرقات الحيوية. ومع أن لدى صنعاء القدرة على استهداف المخا جويا، إلا أن تكريس طارق حملته الجديدة ضد فتح الطرق ضمن الأجندة الإماراتية التي برزت مؤخرا في عدن والضالع وأبين وينفذها الانتقالي، تهدف للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق سلام أو تحقيق تقارب بين الأطراف اليمنية لحسابات داخلية تتعلق بالانفصال وخارجية تتعلق بالصراع الإماراتي السعودي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.